شفتوا يا جماعة، شفتوا المعاناة اللي أنا بعانيها؟ بس بجد أنا سعيدة جدا أهو، كل يوم كده، كل يوم بالطريقة دي. أنا طبعا هقدم لكم شباب المستقبل، الشباب فعلا الواعد. في منهم شباب وفيهم واحد كده مش شباب قوي يعني، بس برضو شباب بصراحة، نشيط جدا. طبعا هنبتدي في المقدمة نقدم المخرج الأستاذ إسلام إمام. تفضل يا أستاذ. يا أهلا يا أهلا بيك. ازيك يا أستاذ؟ عامل إيه؟ تفضل حضرتك، ربنا يخليك. ده أنت اللي منور، وأنا بشكرك على إن أنت متحمل الشيلة التقيلة دي. لا ده كفاية إن أنت معانا حبيبي، ربنا يخليك. وعصفورة العرض مي دياب. اهلا يا مايو يا اهلا. ازيك يا مايو؟ اتفضل يا حبيبتي. وبجد اللي انا بحبها جدا لانها شخصيه محترمه جدا، هو طبعا كلهم محترمين بس على المستوى الانساني كمان انسانه جميله، وانا حابه فيها برغم انها شكلها حلو جميله تعمل كاركترات، فده الحلو يا جماعه، مش خايفه انها تطلع وحش. معانا يسرى كرم. اتفضل يا يسرى. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا جميله؟ اتفضلي يا حبيبتي. ومعانا كمان زينه الشباب الاستاذ احمد عبد الهادي. لا 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 يا احمد، لا والله احنا ما رضيناش نيجي بايدينا فاضيه، كلنا جمعنا سوا من بعضينا وجبنا لحضرتك الطبق. منور يا حبيبي، منور يا حبيبي. وانا جايب لكم سلطه عشان احنا نحلي بقى، بس مش عايزين نفتح الطبق عشان هناخده. ومعانا كمان الممثل الشاب الجميل الواعد فعلا الاستاذ حكيم المصري. اتفضل يا حكيم. يا اهلا يا اهلا بك حبيبي، منورنا، ربنا يخليك. اتفضل جنب يسرى. ومعانا ده بقى اللي ملوش حل يا جماعه، مجنني مجنني بجد، بس برضو بالرغم من كده انا بحبهم صراحه ومستمتعه جدا. صلاح الدالي. يا صلاح، هو عبادي صاحب فكره بس انتوا اللي دفعتوا؟ بس احنا اللي جبنا. كان عادي يجيب من عند العيسى واللي هو 5 جنيه الكيلو ده. طب ده ينفع يا احمد؟ والله 3.5. ده ينفع ما نجيب من اللي انتوا بتجيبوا لي منه الجاتوه كل يوم. قلت له ده غالي قوي برضه. طيب ومعانا كمان الاستاذ الجميل اللي انا بحبه، بوتي بوتي، منير يوسف. يا لهوي، يا شعر يا موني، يا موني، ايه الاخبار؟ ازيك يا حبيبي؟ انا عايز واحده من بتفور ده وعايز اصور سيلفي. ده ايه ده؟ شوف سيلفي على طول بس بسرعه. ايه ده؟ ايه ده؟ اهو. شكرا. قعدنا اتفضل جنب اخوك حكيم. خلي بالك احسن تقع. ايدك اخويا. ايه البوف تمام؟ انا جميله وقاعد قدام طبق البلح. الله. الحاجات دي بتشرب؟ معانا بقى زقطوط الزقطيط، يعني اللي مشيبنا كلنا بصراحه. صح يا استاذ احمد والي الباور. حمودي صباح الفل يا حبيبي، اقعد فين هنا. هو معانا كمان طبعا قطقوط القطاقيط، ابراهيم صابر. يا قطقوط بتبص وراك ليه؟ في ايه؟ انت روشنا كده على طول يا ابراهيم. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله. عامل ايه يا محمد؟ حلو حلو. النهارده مصرح شعرك وحاجه قيافه قوي. مطقم يا استاذ. اتفضل جنب اخوك. ده مطقم كمان. مطقم. لا هنا هنا. لا اله الا الله. لا اله الا الله. و معانا بقى الاستاذ الكبير بتاعنا طبعا الاستاذ ابراهيم سعيد. يا سلام. المطرب. مطرب وممثل وبتعمل كل حاجه. ازيك يا هيما؟ ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. بيطلعوا بره الستاره يقول نكت برضه يسلي الناس. ومعانا طبعا ممثل هو محترف، بس بصراحه انا بحب طريقته في التمثيل لان كل واحد فيهم بيتميز بطريقه. بس محمد يوسف
وده الشهير بأوزو. خليكوا قاعدين خليكوا قاعدين. صباح الفل. ازيك يا حبيبي؟ اقعد هنا جنب المطبخ. ايه جنب المطبخ؟ اه ازيك يا شيخ؟ نقعد بقى ونخلي كده البساط احمد يا جماعه.